مساء الخير جورج. انطلق مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 68 واللي يعتبر أهم مهرجان سينمائي بالعالم بحضور نجوم عالميين سرقوا كالعادة الأضواء بحضورهم، وبيستمر المهرجان لـ 24 أيار لحين تسليم السعف الذهبية للرابحين و19 فيلم عم يتنافسوا. وافتتاح المهرجان كان مع فيلم للنجمة الفرنسية كاترين دونوف بيطرح قضية اجتماعية حول العدالة. الأجواء كلها منتبعة بالتقرير التالي. انطلق مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 68 بعرض فيلم لتات هوت بطولة الممثلة الفرنسية كاترين دونوف، والذي يدور حول نظام العدالة القضائية للأحداث في فرنسا. وعرض الفيلم في سينما لوميير التي ازدحمت بالحضور بعدما أعلنت الفائزة بجائزة أفضل ممثلة في كان العام الماضي نجمة هوليوود جوليان مور بدء المهرجان. وينوي المهرجان هذا العام تسليط الضوء على التباين القائم بين النساء الحرائر اللواتي يبرزن في السينما وهؤلاء اللواتي يتعرضن لأعمال عنف في بعض البلدان. النجمات سرقن الأضواء على السجادة الحمراء بأناقتهن التي ينتظرها الجميع كل عام، فقد أظلت النجمة المكسيكية من أصول كينية لوبيتا نيانغو بفستان من جوتشي، فيما النجمة نعومي واتس اختارت المصمم اللبناني العالمي إلي صعب، علما أن فيلم هاسي أوف تريز ينافس على السعفة الذهبية في المهرجان. أما النجمة جوليان مور فقد أطلت بفستان من أرماني بريفي، وقد تلقت جائزة تكريمية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Maps to the Stars، وهي الجائزة التي أعلن عنها في المهرجان العام الماضي لكن استلمتها هذا العام. أما ناتالي بورتمان فقد بدت مثيرة بالأحمر بفستان من ديور. ويبدو أن حصة الأسد من الأفلام المشاركة في هذه الدورة من المهرجان من نصيب الأفلام السينمائية الفرنسية، مع 5 أفلام طويلة مرشحة للسعفة الذهبية، كما تتنافس 3 أفلام إيطالية على السعفة الذهبية، ومن المرتقب عرض الجزء الأخير من سلسلة ماد ماكس، بالإضافة إلى آخر أفلام وودي ألن وأول فيلم من إخراج الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان. واللافت أن مدير مهرجان كان عبر عن قلقه هذا العام من الصور الذاتية السيلفي التي تمنى لو أنها لم تكن ابتكرت بعد، معتبراً أن 2200 شخص سيدخلون المسرح الرئيسي إذا توقف كل منهم لالتقاط صورة لنفسه، فهذا يعني أن عملية الدخول ستكون بطيئة جداً، معتبراً أن السيلفي سخيفة وغريبة وعرض فيلم الافتتاح قد يتأخر في مهرجان احترام الوقت فيه مقدس. منتابع نشرتنا مع البانوراما الفنية وفيها باسم يوسف قلق من العودة إلى مصر. نجمة كيت بلانشيت فاجأت الجميع بإعلانها أن أقامت علاقات مع نساء، وهل تعتنق النجمة لينسي لوهان الإسلام؟ في الآخر هو برنامج، أنا في الآخر أنا مذيع. أكد الإعلامي الساخر باسم يوسف أنه لا يشعر بالأمان للعودة إلى مصر في المرحلة الحالية، كي لا يفاجأ بأنه مطلوب في قضايا أخرى، مؤكداً على أنه قد ينام ويستيقظ فيجد نفسه محكوماً عليه بمئة مليون جنيه. وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد إنه ليس ممنوعاً من دخول مصر، ولكنه قلق من الغموض الذي يحيط بالإجراءات القانونية التي تتخذ مع منتقدي النظام، وقال إن أسرته ترافقه غالبية الوقت في الخارج حيث يعيش. تعرف الواحد مش ضامن حاجة، فربنا يسهل. يعني هو كان حد واحد يا باشا يضمن انه يصحى الصبح يلاقي نفسه عليه حكم ب 100 مليون جنيه؟ دي ما حصلتش في التاريخ. فيعني ال 100 مليون يجيب حاجات تانية يعني، فربنا يسهل. تم تصوير الممثلة العالمية لينسي لوهان وهي تحمل نسخة عن القرآن الكريم أثناء جولتها في نيويورك، ما جعل الصحافة تتساءل اليوم إن كانت اعتنقت الديانة الإسلامية. ولينسي لوهان من أصول إيرلندية إيطالية، وشوهدت في آخر يوم من جولتها على أطفال بروكلين تحمل في يدها القرآن. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن لوهان نشرت من قبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي آيات من القرآن الكريم. والممثلة البالغة من العمر 28 عاماً أكدت في تقرير لها تمسكها بالإسلام وتخليها عن شرب الكحول المستمر كما كانت تفعل بالسابق. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها لوهان تأييدها للأديان الأخرى.
كشفت النجمة كيت بلانشيت التي من المرتقب أن تحضر الدورة 68 من مهرجان كان السينمائي للترويج لفيلم كارول الذي يروي قصة حب مثلي أنها أقامت علاقات عدة مع نساء. وردا على سؤال طرحته مجلة فاريتي الأمريكية على الممثلة الأسترالية الحائزة على جائزتي أوسكار لمعرفة ما إذا كانت هذه المغامرة العاطفية الأولى لها مع امرأة، استفسرت بلانشيت قائلة: على الشاشة أو في الحياة؟ عندها سألها الصحفي إذا أقامت علاقات مع نساء في الماضي، فأقرت بالأمر من دون كشف مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أنها لطالما تحفظت عن التكلم عن حياتها العاطفية. هذه كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا الفنية لليلة. أنا برجع بلتقي فيكم مساء بكرة بنشرة فنية جديدة مع مواضيع جديدة وأخبار جديدة. من هلا لوقتها ضلوا بألف خير.